بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنتعلم إزاي إن أنا أحصل على القالب البحثي، أو إزاي أنا أحصل على ملف وورد جاهز لعمل الملف البحثي أو عمل البحث. وطبعا في مشكلة قابلت ناس كتير جدا، إزاي ينزلوا قالب البحث وإزاي يبدأوا يشتغلوا عليه ويعدلوا عليه. فإحنا في الفيديو ده هنتعلم إزاي ننزل القالب، قالب أي صف، تمام، وإزاي إن أنا أبدأ أعدل عليه على طول. القالب كلها مرفوعة بصيغة الوورد، وممكن إن إحنا ننزلها من الوصف أسفل الفيديو ونبدأ نشتغل عليها. أنا لو عندي الفيديو تمام ونزلت أسفل الفيديو في الوصف، طبعا أسفل الفيديو بنبدأ نضغط على اشتراك وبنفعل زر الجرس وبنضغط على الكل، ولو عجبني الفيديو بضغط على لايك. طيب بعد كده ببدأ أنزل لجميع المراحل. عندنا طبعا جميع القوالب البحثية، هنضغط على الرابط الموجود أسفل الوصف، هيظهر هنا عندنا جميع القوالب، تمام. ببدأ اختار القالب المطلوب. مثلا لو انا حبيت اختار قالب الصف الاول الاعدادي، بنبدأ نفتح المجلد الموجود في الصف الاول الاعدادي. عندنا 3 قوالب للصف الاول الاعدادي، ممكن اختار اي قالب. مثلا لو انا اخترت القالب الاول، ممكن نحدده كده يا جماعة، ممكن نضغط عليه يمين ونختار تنزيل من هنا كده، يبدأ ينزل عندي الملف، تمام. ببدأ ممكن اقول له عرض الكل، او اضغط هنا على الملف بعد التنزيل، ممكن الملف يبدأ يتفتح ويكون طبعا الملف موجود عندي في الداونلود على الكمبيوتر، تمام. طبعا بيفتح، لو فتح عندي طبعا لو انا شغال على اوفيس 2016، طبعا هو بيفتح من اوفيس 2007 الى اوفيس 2016 اي نسخة من نسخ الوورد. هنضغط على انيبل ايديت او تمكين التحرير، ونبدأ يا جماعة نبدأ نشتغل على الموضوع الخاص بينا. طبعا بقف هنا اضغط انتر، اكتب عنوان الموضوع، تمام. بعد كده لو حبينا نحفظ بنبدأ نحفظ، يا اما نحفظ على نفس الملف من سيف، او نحفظ بملف جديد من سيف از. طبعا ان شاء الله الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نبدأ ننسق المحتويات الخاصة بالمشروع، وكده يبقى قدرنا ان احنا نحصل على جميع المحتويات او جميع القوالب البحثية الخاصة بالصفوف. وما تنساش اشترك في القناة عشان نبدأ نتابع مع بعض كل جديد في موضوع البحوث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.